بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحاول نلم الشاشات والتقارير اللي عملناها في شاشة واحدة نصل إلهم من خلالها. هاجي على اللي هو آخر شيء أنا وصلت له، هاي نسخ، هاي لصق، وأحاول أعمل اللي هو بسموها سويتش بورد. سويتش بورد نحطها سويتش بورد، تمام، شاشة السويتش بورد. نضغط دبل كليك، شاشة السويتش بورد هذه بدنا نعمل لها الآن ترتيب. دبل كليك مرة ثانية، فينا انه احنا نعمل صفحة ونحط عليها الأزرار، عبارة عن نموذج فاضي، هاي إنشاء، هاي نموذج فارغ، هاي في علامات تنقل هنا ممكن تكون موجودة، وهذا بتريحنا بشكل أفضل من أعلى إلى أسفل أو من اليمين للشمال. وبنصير نحط اللي هو النماذج اللي بدنا إياها. إذا بإمكاننا نحن نيجي على إنشاء ونيجي على التنقل ونختار الشكل اللي بدنا إياه يكون على جهة اليمين مثلا، هاي جهة اليمين. نمسك كل زر على حدة نغير عليه، هاي خصائص. نيجي على الزر الأولاني هذا، دبل كليك، ضغطنا عليه، يفترض الآن إن هو يترتب معانا هنا خصائص. الآن اسم هذا الزر زر تنقل، ممكن أسميه أنا روم اللي هو لينك. طيب إيش حيجيب لي هنا في البيانات؟ هنا في البيانات اسم هدف التنقل، يعني لما بدي اتنقل ايش الاسم تبعي في عند اللي هي الروم اف ار ام، تمام. نفس الشيء بدي اضيف انا له اسم، ما ضفتش له اسم انا هنا، خصائص اللي هو تنسيق، تسمية توضيحية اللي هو غرف. في عندي هنا الاضافة الجديد كمان، نطلع لأعلى خصائص. الزر هذا بدنا نسميه مثلا سيرفيسز لينك، نحط له اسم، نحدد الهدف تبعه اللي هو السيرفيسز اللي احنا حكينا عليها، هاي السيرفيسز تاب. اوكي، في عندنا كمان اضافة جديد، هذا ليش ما ظهرت؟ هاي خصائص سيرفيسز، هاي التنسيق، بدنا نقول عن الخدمات، خدمات، وفي عنا المستخدمين، هاي الحدث الجديد هنا المستخدمين، مستخدم جديد، مستخدم جديد هو الوزرد اللي احنا اشتغلنا عليه. هاي التسمية التوضيحية، هاي البيانات، نشوف جدول اليوزرز فور، والاسم تبعه يوزرز لينك، يوزرز لينك. طبعا فينا ان احنا نحط المؤشر اللي هو كف الايد معاهم كلهم، هاي هذا وهاي هذا، هيك اجمل، وهذا كمان كف الايد. المستخدم الجديد حددنا اللي هو الارتباط تبعه، ممكن نكبر كل النموذج طبعا، احنا هنا نموذج التنقل بده تكبير شوية، المشكلة عندي انا هنا في ال اوكي. اخذنا الغرف والخدمات، ناخذ الحجوزات، اخذنا واحد جديد، هاي الحجوزات ريزرفيشن، ريزرفيشن لينك. طبعا فينا نحن نفلتر هذا الكلام، أنا نحكي حجز غرف، الحجوزات، الحجوزات، ونحط اللي هو الريزرفيشن فورم. خدنا الغرف، الخدمات، والحجوزات، تمام. طبعا في أشياء تانية ممكن نعملها، نيجي هنا عرض، عرض التصميم، بعد ما نحكي نموذج التنقل، الشاشة الرئيسية نحكي، الشاشة الرئيسية فينا ان احنا نرتبها كمان اكثر ونحط صورة،
لو كبرنا هذه شوية هيك الشكل هذا، كبرنا هذه المساحة المعطاة لنا هيك، كبر هذه كمان من هنا. تمام، هاي الغرف، هذا المكان نكبره ونحط صورة هنا. هاي في الصور الخلفية، هاي استعراض. ممكن نجيب صورة فندق على الماي دوكيمنت، برنامج الفندق عندي هنا، هاي برنامج الفندق، هاي صورة. تمام، هذه الصورة اجت خلفية، صورة الخلفية لا بديش اياها، هاي هنا ازالة. ممكن نعمل هاي ازالة، استعراض، الغاء الحماس. اوكي، ممكن نحن نحطها كصورة من حالها. طيب لإزالة الصورة بنيجي على خصائص النموذج نفسه، بنطلع هنا في صورة، هاي ديليت وانتر، بعديها نعم هتختار في الصورة. ممكن ان انا احطها على جنب، اختار من هنا هذه صورة غير منضمة، هذه صورة، هذا ايش، هذه صورة، هاي صورة ممكن نحطها هنا هيك المساحة هذه بالشكل هذا. نشوف كيف شكل النموذج بده يطلع. هاي سيف، وهي نحكي سويتش بورد، وهي الت، هاي الخدمات، هاي الغرف، هاي مستخدم جديد، هاي الحجوزات. هنا نحن نحط ونكبر كمان التصنيفات تبعتهم. المساحة هذه كويسة المعطاة، بس ضل نحن نعمل إزاحة. في حتواجهنا المشكلة هذه في كتير من النماذج، عشان التكبير والتصغير هذا اللي بصير، فممكن كل هيتم هذا نضغط Ctrl A ونيجي هنا الارتساء في موضوع الترتيب. تمام، الارتساء وين في التنسيق معناته، ما في الترتيب، ناخذ واحدة واحدة، معناتها هي هذا الارتساء، ناخذ هذه من حالها، ارتساء محاذاة أعلى إلى اليمين إلى اليسار، هذولا هذولا اللي هنا ارتساء، ناخذهم أعلى، بدناش تمدد، أعلى إلى اليمين، إجت هذه هاي إلى اليمين، وهذه نفس الشيء ارتساء أعلى إلى اليمين، هيك بكون اللي هو هيك. لو كبر صغر النموذج، هذا الكلام يطبق على كل النماذج، كبر صغر يظلوا بنفس الكيفية اللي هو بيشتغل فيها. تمام، هذه هي الفكرة. هذه الآن بدها توسيع شوية، مستخدم جديد، الخدمات كويسة، الغرف كتير كبرناها احنا، مش مشكلة بنصغرها، بيظل اللي هو مين، مستخدم جديد نكبرها، هاي مستخدم جديد، نكبر له الشاشة تبعته من هنا. هاي تكبير قدر الامكان، نشوف كيف ممكن نكبر. عندي مشكلة في تحديد الحواف هذه، انا حكينا الغرف كبيرة بدنا نصغرها، هاي هنا في الزاوية هذه بتغلب منها، هذه انا اركها شوية. ممكن نلعب في هذه كمان، نكبر اللي هو المساحة المطرقة لنا على الازرار، نكبر الازرار نفسهم هذولا، هاي شفت، كبرهم، كبر الخط تبعهم، هاي الصفحة الرئيسية، هاي بولد، كبر الخط، هاي 14، نعمل مسافة بين كل واحد والتاني، ممكن نعملها، شفت، نعمل الإزاحة اللي بدنا إياها، أو نصغرهم بالحجم اللي بدنا إياه، هاي تراجع، راجع، هاي الفكرة اللي بدنا إياها. في التنسيق هنا نختار أنماط لكل واحد من هذول، هاي الغرف، هاي الخدمات،
نستخدم هاي الحجوزات، نختار النمط اللي بدنا اياه. ممكن نغير الشكل نفسه، يكون اشي مدور اشي مربع. تمام، هذا راجع لنا كل واحد كيف حابب يشوف النموذج تبعه بالشكل هذا. هاي الحجوزات والمستخدم الجديد، وهكذا بكون الشغل والترتيب اللي بدنا نشتغل عليه. هذا كله نموذج كامل متكامل هنا. هيو تمام، في كنا لا يعني نرتب الأجزاء الداخلية والأجزاء الخارجية كلهم مرتبطين مع بعض. لو كبرنا هذا شوي كمان حكيت مشكلة، لكن بتضلها إمكانياتها يعني متميزة. هاي سيف، هاي الصفحة، وهاي عرض، هاي الغرف، هاي الخدمات، هاي مستخدم جديد، وكل مستخدم بيشتغل. ما بدنا نشتغل بهذه الطريقة. تمام، فينا نحن نغير ونبدل، نحط اشي في الأعلى أو اشي في الأسفل، ما في مشكلة. بس هذه هي الطريقة الأمثل لتجميع البيانات اللي احنا بدنا اياها. وهي هذه لو زغلناها كمان بتضلها في نفس الاتجاه. الآن بدي اعتبر انه السويتش بورد هذه هي الشاشة الرئيسية اللي بدها تكون موجودة، ومنها بدي اصل لكل شيء. فبالتالي كل هذول الحقول بدي اخفيهم. بس مرة ثانية بدي امر على النماذج اللي انا عملتهم. عندي هذا النموذج ما بيلزمني، فبالتالي ما بيلزمني بدي اخفيه. الآن بزر الماوس اليمين، عرض الخصائص، بدي احكي مخفي، ما بدي اياه. هذا موجود وتوي ضمنته في الازرار، هذا ما ضمنته. فبالتالي هذا جوا النموذج تبع الريزرفيشن، اذا ما بيلزمني هنا. عرض الخصائص، الرول برضو، الدور الذي يلعب المستخدم. هذه اجت من شاشة المستخدمين. هات نرجع نشوف المستخدمين. هاي اليوزر نيم، الصلاحيات، الدور المنسب الى، هي اجى هنا. اذا هذا ما بيلزمني هنا. اذا هاي هذا الرول برضو، انا استطعت اصله من داخل البرنامج. الروم موجودة ما في مشكلة. الروم تايب هذه المفروض انها من جوا الروم. نشوف هاي الغرف، هاي نوع الغرفة، هاي وصلت له. اذا ما في عندي مشكلة ان انا اخفيه الان. هاي خصائص، هاي مخفي. الروم تايبس هذا كثوابت بدي احطه برا رابط له انواع الغرف. فبدنا نيجي هنا ناخذ العنوان روم تايب تاب، برضه نرجع لوضع التصميم او وضع اللي هو التخطيط. نضيف هنا رابط جديد، دبل كليك. هاي الرابط هذا بدناش اياه يكون دائرة، ممكن يكون الشكل مربع. نختار خصائصه ونحكي انواع الغرف. اذا روم ستايبس، اذا هنا ممكن نيجي نحكي روم ستايب لينك، رومز تايب لينك، ونحط المؤشر تبعه يد ارتباط، ونحدد الهدف اللي بدنا اياه رومز تايب تاب. تمام، ونغير اللون اذا بدنا، او نحط الليبل، نسينا نحط الليبل تبعه. هاي التنسيق، تسمية توضيحية اللي هي انواع الغرف، انواع الغرف. وفينا انه احنا نحط كمان صور إلها ونرتبها. اوكي، شوف هذه كيف صارت. هاي الصفحة الرئيسية، هاي انواع الغرف صارت موجودة عندي هنا. فصار الحجوزات بدها تغيير. هاي الايد، هاي الغرف بالشكل اللي احنا بدنا اياه. جميل. ايش في عنا كمان هنا اشياء؟ سيرفيسز هذه اخذناها توي موجودة. خدمات الفندقية جبناها، الحجوزات، الخدمات. اوكي، خليها هذه الان. بس بتأكد انه انا كل الخدمات، كل شيء بدي اياه. هذا نوع الخدمة من الداخل بتيجي. هاي سويتش بورد، يوزر ديتيلز، هذا ما بيلزمني، هذا برضو بدي اخفيه الان. هاي اخفاء مخفي. وهذا هو اليوزر العادي. اوكي، وهذا برضو ما بيلزمني كمان. اوكي، اذا احنا هاي اليوزر فورم، هذا هو النموذج اللي احنا اشتغلنا عليه.
التقارير طبعا نحن اول باول كنا نتصيدها ونحطها في اللي هو الرابط تبعنا. فينا انه احنا كنا نغير التقرير الشكل، نحطها انا على اليمين نماذج وفي اعلى يكون في التنقل. لما نيجي ننشئ في التنقل في عنا هنا ممكن يكون اشي على اليمين واشي في الاعلى زي هذا، يعني يكون على اليمين روابط النماذج وفوق في الاعلى روابط التقارير، لكن التقارير لا تزال من داخل النماذج احنا بنجيبها. نشوف الان الحجوزات تبعنا وهي الخدمات المتلقاة. هذه صارت فيها مشكلة لانه صار فورم جوا فورم، هذا فورم جوا فورم، حنعالج هذا الكلام في وقت لاحق ان شاء الله. الان وقد يعني ادركنا كل الاشياء هذه، الان بدنا نخفي كل التقارير تبعتنا هذه والجداول عشان نحزم امرنا. هاي التقرير، هاي خصائص او تمام، واحد واحد من هذولا، ونفس الشيء الاستعلامات. هتوقف انا شوية انفذها لنفس الحركة او اعود تاني. انا الان اخفيت جميع الحقول او النماذج بالشاشات الداتابيس اوبجكتس هذه، في ان انا اظهرها لما اجي على ملف خيارات في قاعدة البيانات الحالية خيارات التنقل، اجي احكي له ايش اظهار الكائنات المخفية، حتبين عندي. فانا اخفيتها عشان انا استطيع ان انا اوزع واسيطر في عملية الربط. بضل الان حخفيها تاني، هاي خيارات التنقل ما بديها تظهر، وما بدي هذا الجزء كله اصلا يظهر، فبشيله من هنا. هاي موافق موافق، حخفي هذا بعد ما سكر السويتش بورد. هاي خصائص كمان، هاي مخفي، ما بيبقى شيء. بضل الان لما بدي اجي اشغل التطبيق باجي في خيارات، في عندي هنا عنوان التطبيق، نكتب مثلا فندق سعيد مثلا، بنحط ايقونة بنحدد مين هو النموذج اللي بدنا نشتغل عليه. الان النموذج عشان يبين هنا بدنا نروح نظهر اللي اخفيناه في البداية. هاي اسف جزء المهام، هاي اظهار الكائنات المخفية، موافق موافق كمان مرة، ونختار اللي هو النموذج اللي بدي اياه. النموذج اللي بدنا نشتغل عليه اللي هو السويتش بورد، وين از السويتش بورد؟ هنا سمينا السويتش بورد. هيو هذا حيصير اول ما يشتغل البرنامج، اول ما بفتح الاكسس حيشتغل البرنامج هذا. هي حسكر هيك، وهي رقم 5 اللي هو السويتش بورد. هيك البرنامج كل الشاشات اختفت ولم يبقى الا اللي هو الرابط هذا. هاي خدمات، هاي مستخدم جديد، هاي الحجوزات، هاي انواع الغرف. طبعا فيك ترتب هذول يعني بالشكل اللي انت شايف انه هو مناسب لك. هيك بكون انهيت محاضرة اليوم. يعطيك العافية.